مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايماً فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموماً محدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن إحنا نقول ينفعله عملية فعلاً اتطورت جداً، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم، النهاردة لقاء مثير وممتع للغاية. النهاردة نتكلم على المرارة، وهنتكلم تحديدا في جزء مهم جدا هو حصوات المرارة. طب المرارة لما نيجي نشوف ناس كتير يعني عارفة مكان المرارة فين ومذاكرة التشريح بتاعها أو فهمها نسبيا. المرارة شكل الكمبترة، المرارة وصفتها هي ريزرفوير، هي مخزن صحيح، بتلعب دور مهم جدا مع الإفرازات أو العصارة المرارية، إنها بتزيد تركيزها، إنها بتوجه هذه العصارة إلى الأمعاء بناء على الطلب المميز أو المعين، إن في أكلة معينة تحتاج إلى عصارة مرارية بشكل قد إيه. الحصارة المرارية طبعا مهمة جدا جدا إنها تعرف تكوينها ككيس عضلي لها شكل مميز جدا، لكن في عوامل كتيرة تخلق حصوات المرارة. على فكرة العامل الوراثي عامل مهم جدا، ارتفاع مستوى الكوليسترول من عوامل مهمة، بعض الأمراض المزمنة زي السكر بيلعب دور مهم في الموضوع، زيادة الوزن والسمنة هتتكلم عنها، تقدم في العمر السن كل ما تتقدم، طبعا حبوب منع الحمل من العوامل المهمة جدا اللي بتعمل حصوات المرارة. لكن تعالوا نعيش أقرب وأكثر تركيزا مع هذا المرض الشهير جدا، المرارة ومشاكلها، المرارة وحصواتها، وإمتى حصوة المرارة تبقى خطرة وإمتى تكون إمرجنسي أو طوارئ. وعشان كده لازم نتنبه، طب بعد ما تزال المرارة هل ممكن يحصل ألم في مكانها؟ طب إيه سبب الألم؟ إيه القصة دي؟ قصص مثيرة جدا متعلقة بهذه الموضوع الحقيقة هنناقشها النهاردة مع ضيفي، اللي أنا بعتقد إنها واحدة من الحلقات اللي بنفخر بيها على مستوى مش بس الناس الحلوة، الناس الحلوة والدكتور، هي يعني من الحلقات اللي نقدر نقول عليها تتسابق على المركز الأول بجدارة على المشاهدة وعلى الكمية العلمية وعلى القيمة الطبية المطروحة فيها. أكيد طالما ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير نفتخر بقبول دعواتنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، والعميد السابق لمعهد الكبد القومي. أهلا بك دكتورنا العزيز ومنورنا وسعداء جدا كمان النهاردة، يعني زي ما بيقولوا خطوة عزيزة وجميلة. الله يخلي حضرتك. أنا سعيد جدا باختيارك للموضوع، ليه؟ لأن المرارة مرض أو حالة مرضية منتشرة جدا، صح كده؟ تعرف حضرتك أمريكا اكتشفوا ان هم السنه اللي فاتت استئصال المراره بيكلف امريكا 5 مليار دولار سنويا. الامريكان بخل قوي. فقصدي رقم كبير جدا. كبير جدا. الامريكان بيحسبوا قصدي بالسحتوت طبعا. عندهم ورقم ده رقم يعني يعدي ميزانيات حاجات كتير قوي يعني 5 مليار دولار ده على مرض واحد بس اللي هو المراره. ده يورينا ان هم لازم هيدرسوه كويس قوي ويهتموا قوي مين يعمل عملية مين ما يعملش عملية، أفضل حاجة دي إيه، لأنه دي مردود فلوس بالنسبة لهم كبير قوي. على فكرة الأمريكان لهم مركز متقدم جدا في السمنة في العالم ومحدش بيقول على حد في السمنة في أمريكا، يعني إن هم يعني شكلهم مش حلو في البلد أو عيب على البلد، بالعكس بيتعاملوا مع الموضوع كأنه مرض، محدش بيلوم حد يعني في الحكاية. أنا بتكلم على الأمريكان باي ذا واي لكن إيه وظيفة المرارة بقى؟ زي ما حضرتك قلت، المرارة عكس ما ناس كتير بتبقى فاهمة زمان إن هي بتفرز عصارة مرارية، لا، هي زي ما حضرتك قلت هي مخزن للعصارة المرارية. الفكرة إن الكبد هيفرز العصارة
تتخزن في المرارة، لما الإنسان يأكل يطلع هرمون معين يخلي المرارة دي تنقبض فتنزل العصارة بتاعتها اللي بتساعد على الهضم. يمكن السؤال اللي بقى أحسن شوية كمان اللي هو طب هي إيه فائدة العصارة المرارية نفسها؟ ودي ليه بنقولها دلوقتي؟ عشان دي هتفهمنا شوية حاجات بعد كده. العصارة المرارية اللي الكلب بيفرزها ليها فايدتين كبار. فايدة ان هو بيتخلص من شوية حاجات، شوية حاجات بعضها مضر زي بعض السموم، بعض الحاجات الأدوية تفرز مع العصارة المرارية بحيث هتنزف مع البراز في الآخر خالص. زائد عندي الصفرة اللي هو البيليروبين. ده بيجي منين؟ احنا عارفين كرات الدم الحمراء بتاعتنا بتتكسر في الطحال، جواها حاجة اسمها هيموجلوبين. هيموجلوبين من اسمها جلوبين وهيم، جلوبين ده بروتين هيروح بروتين، الهيم ده تحول إلى الصفرة. إذن الجسم في الآخر بيتكون عنده جزء حاجة اسمها صفرة، مادة لازم يتخلص منها عن طريق الكبد. الكبد بينزلها في العصارة ديت. العصارة المرارية دي زي ما قلنا هنتخلص منها من المواد ديت. مشكلتي في إيه؟ مشكلتي إن بعض المواد ديت ما بيدوبش في المية زي الكوليسترول. فأنا عندي حاجتين بتخلص منهم، صفرة وكوليسترول. الاتنين دول مش بيدوبوا في المية. معناها ايه مش دوب؟ ما لو احنا تخيلنا كوبايه فيها ميه وحطيت عليها زيت هتلاقي الزيت موجوده. طب انا ادوبها ازاي؟ لازم احط عليها مذيب. المذيب ده اللي هو اسمه بايل اسيدز او بايل سولتس، اللي هي الاحماض او الحاجات اللي بتفرزها المراره لتدويب الحاجتين اللي انا عايز اتخلص منهم واللي مش بيدوبوا في الميه. الكلام ده اهميته ايه؟ ده هيفهمنا حاجات كتير من اسباب حصاوي المراره. اذا انا الطبيعي عندي ان تتكون حصاوي، لان عندي مادتين ما بيدوبوش في الميه، فده هيحصل حصاوي. طب ايه اللي يمنعهم؟ المذيب يبقى موجود. اذا هو علاقه بين حاجتين، كميه الماده اللي ما بتدوبش وكميه الماده اللي بتدوب. لو الاثنين دول متناسقين مع بعض الدنيا هتمشي عادي، المراره هتخزن فيها تنقبض فتروح منزله. طب ترص بشويه حاجات خفيفه المراره هتنقبض هتنزلها. طب هي لو ما انقبضتش كويس هيبتدي يتراكم. كل دي مقدمة لأسباب حصاوي المرارة. لو فهمنا الحتة ديت هنقدر نألف لوحدينا كده إيه اللي يخلي شخص يجيله مرارة بالعقل كده. هتبقى أسباب يا إما المادة اللي ما بتدوبش دي زادت، يا المادة اللي بتدوب قلت، يا المرارة اللي بتنظف الاتنين دول ما بتنقبضش كويس. هنلاقي الكلام ده كله بينطبق بقى عندنا في حاجات كتيرة اللي بنسميها إيه العوامل الخطورة أو العوامل اللي تخلي الواحد يصيب بحصاوي المرارة. هو ده سؤالي، الأسباب والعوامل. فنقول اول حاجه الكوليسترول. يعني معنى كده ان احنا قلنا الكوليسترول ده اللي المفروض هينزل وما بيدوبش في الميه قوي. لو الكوليسترول ده زاد، بس زاد دوت مش مرتبط قوي بالاكل. طبعا الاكل لو انا اكلت حاجات فيها كوليسترول عالي انا معرض الجسم ان نسبه الكوليسترول في المراره هتزيد وبالتالي معرض لحصاوي المراره. لكن في حاجات اكتشفوها، انت قلت ان في عوامل وراثه، صح؟ عوامل وراثه. بس عوامل وراثه جت منين؟ جات من جزء منها زي الكوليسترول دوت. كمية الكوليسترول اللي هينزل في المرارة في مستقبلات معينة اكتشفوها تساعد على أنزل أو ما نزلش وأنزل قد إيه. السن مع دايما ما نلاقيش في الأطفال حصوات في المرارة. ليه؟ لأن مع السن قدرة الجسم على أنه يزود الكوليسترول ده بتبقى أعلى شوية فيترسب كده. وبالتالي أي حاجة هتزود لي الكوليسترول في السائل، مش شرط يبقى في الدم، لا في السائل بتاع المرارة، قد تسبب حصوات المرارة. الجزء الثاني احنا قلنا فيه الصفرة اللي هو البيليروبين. المادة ديت، المادة دي جت منين؟ جت من تكسير كرات الدم الحمراء. بالتالي أي حاجة هتبقى مرتبطة بتكسير كرات الدم الحمراء معرضة تجيني حصاوي. فبنشوفها دي في الأطفال مثلا عندهم أنواع من الأنيميا اللي فيها تكسير لكرات الدم الحمراء، فتلاقي عنده حصوات في المرارة. دايما لما يجي طفل في حصوة في المرارة لازم ندور على سبب. ممكن في الآخر ما يطلعش فيه سبب، لكن في أغلب الأحيان بيبقى فيها سبب. فتكسير الدم، طب ده يحصل في الصغيرين، هل الكبار يحصل فيهم؟ يحصل. الشخص اللي عنده طحال كبير نتيجة بالهرسيا، نتيجة تلايف كبدي، عشان كده لقوا ناس كتير من عندهم تلايف كبدي بيصابوا بحصوات مرارة. ودي بقى لو شفنا ليه مريض التليف يجي له حصوات مرارة هنلاقي عنده معظم العوامل اللي احنا بنقول عليها ديت. ليه؟ لأنه هو عنده أولا انقباض المرارة مش كويس قوي. الهرمون اللي بيطلع عشان يخلي المادة تنقبض بيبقى قليل شوية في مريض التليف الكبدي. الجزء المذيب اللي احنا بنقول عليه اللي هو بيدوب الحصاوي أو بيدوب
الدهون دوت هو الجسم بيفرزه وينزل في الامعاء ويمتصه 70-80% منه تاني يرجعه للمرارة، كأن في دورة عندي. لو الدورة دي اتقطعت في النص السائل اللي بيدوب ده هيقل، وبالتالي أي حاجة تقطع الدورة دي زي إيه؟ في حالات التليف الكبدي الدم ما بيرجعش كله للأمعاء للكبد مرة تانية نتيجة ضغط اللي في الكبد، فبياخد سكك فرعية فمش كله يرجع للكبد. بنشوف الناس اللي عندهم اللي عملوا استئصال جزء من الأمعاء، لأنه برضو مش هيمتص السائل ده ويرجع للكبد، فلو حصل استئصال جزء من الأمعاء ممكن يسبب حصاوي. هنشوف الناس بتوع السمنة اللي بيعملوا بايباس، لأنه برضو عدى جزء من الأمعاء فالجزء اللي بيمتص بيقل، فبالتالي معرض يجيله الكلام ده. عشان كده في ترند انهم يشيلوا المرارة مع حالة تحويل المسار. بالظبط، وهو كمان يعني عملية تحويل المسار، الحتة تحويل المسار دي ليها كذا سبب يؤدي إلى الحصو، من ضمنها ديت من ضمنها النزول السريع في الوزن. وجدوا ان لو واحد فقد اكتر من 3 كيلو في الاسبوع ده معرض ان يجيله حصوات مرارة اكتر من الشخص العادي. فالنزول السريع ده يؤدي الى هذا الكلام. فانا عندي نلخص تاني كده الاسباب بتاعتي، زي ما قلنا اما الصفرة او المادة الصفراوية دي زادت في الجسم نتيجة تكسيرات باي سبب من اسبابها، او الكوليسترول زاد، او المادة اللي بتدوب قلت، او انقباض المرارة قل. انقباض المرارة يقل من ايه؟ من بعضها هرمونات. الاستروجين كهرمون بيقلل انقباض المرارة، عشان كده الستات عرضة للحصاوي المرارة اكتر من الرجالة بكتير، وعشان كده الست الحامل معرضة لإصابة بحصوات المرارة اكتر من الست العادية. وبرضو زي ما قلنا مريض تليف الكبدي، هو لانه عنده تليف كبدي بنلاقي عنده هرمون الاستروجين عنده عالي شوية، فده يؤدي برضو الى ان تتكون حصوات مرارة اكتر من عادي. فدي تقريبا كده الفكرة بتاعة تكوين الحصوات بتاعة المرارة. الاعراض بقى الراجل هيشتكي او الست تشتكي بيه؟ الاعراض هتعتمد على اولا نسبة كبيرة قوي ممكن يبقاش في اعراض خالص. يعني حاجة عندنا موضوع كبير يمكن ناخد له حلقة لوحده، اللي هو الشخص اللي عنده حصوات بدون أعراض. الأعراض ممكن إما تبقى نتيجة اضطراب في وظيفة المرارة نفسه، أو نتيجة مشاكل حصلت نتيجة الحصاوي. اضطراب في وظيفة المرارة زي ما قلنا المرارة وظيفتها أن أنا لما أكل تنقبض فتنزل لي المادة اللي تساعد على هضم الدهون. طيب أنا لو ما حصلش المادة دي نزلت إيه اللي هيحصل؟ الدهون دي مش هتهضم، وطالما ما تهضمتش تحصل تخمر عليها، فبالتالي ممكن يجيله عسر هضم، يجيله انتفاخات، أعراض تشتبه مع قولون عصبي مع الحاجات اللي زي كده، أو إن الحصوة نفسها تبتدي تتحرك في المرارة. هي لما تيجي تتحرك مشكلة المرارة عبارة عن كيس في آخره خرم صغير، لو اتحشرت في الخرم دي سدت الكيس دوت، وهي المرارة بطبيعتها جدار المرارة نفسه بيفرز سائل على طول، فأنا لو سديت الخرم السائل ده يبتدي يتراكم 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 فتبتدي تنفخ. الفيديو اللي احنا شفناه من شويه ده بيشوف الحصوة حركة أفلت للحصوة وهي بتتحرك، لأن ده فيديو مهم لو شفناه تاني هنلاقي الحصوة اتحركت وراحت تسد مش القناة المرارية، قناة المرارة نفسها. دي بعد كده ممكن تنزع القناة المرارية. لو شفنا الفيديو من أوله الحكاية كانت باينة جدا، فيديو من أوله كانت الحصوة بتتحرك وراحت جاية سد القناة بتاعت المرارة. المشكلة إن المرارة هتقعد تفرز السائل اللي هي بتفرزه العادي. لما هتفرز السائل دوت هتبتدي الضغط جواها يعلى. لما الضغط يعلى الشخص هيحس بوجع، لأن في عندي حاجة ابتدت تتنفخ. طيب الموضوع ابتدى يزيد فالضغط يعلى زيادة فالألم يزيد، ممكن يحصل معاها كمان التهاب. أشوف الحصوة هي تبدأ تتحرك أهي، هتروح جاية سدة القناة. وهي هتتحرك والحصوة هتشوفوها جاية بتتحرك وتروح جاية سد القناة تعمل اوبستراكشن. بالظبط. فأول حاجة العيان هيشتكي بيها هيشتكي بألم نتيجة إن المرارة بتحاول تزق الانسداد دوت عشان تفتح الطريق مرة تانية. طيب ابتدينا بقى ما حصلش الكلام دوت، هي نخش في مشاكل بقى أكتر من نتيجة إيه؟ إنها سدتها لي والسائل ابتدى يزيد.
طيب ما هو السائل لما هيزيد الضغط جوه هيزيد، لما الضغط بيزيد جوه المراره تبتدي الاول الاورده تتاثر اللي هي بتغذي المراره، لما الوريد يتاثر يبقى انا عندي دم داخل المراره ومش عارف يخرج فيحصل ارتشاح حوالين المراره. عشان كده ساعات لما يحصل التهاب حد في المراره ويعمل مجسس طبي يقول لك في تجمعات او ارتشاح حواليه، ده سببه ان ابتدى ميه تطلع خارج المراره نتيجه ان الوريد الاول اتسد. بعد شويه الضغط يزيد اكتر فيبتدي الشريان كمان يتسد. الشريان ده بالتالي دي التغذيه اللي بتغذي المراره. لو حصل وان الشريان كمان اتسد يبتدي الدم اللي يروح لها يقل ابعد حته عن الشريان اللي هو راس المراره نفسه الفندس دوت، يبتدي يحصل زي غرغرين، وبالتالي ده ممكن يحصل انفجار في المراره بعد كده. ده كل التوالي بتاعها ده بالترتيب بتاعها كده. او ان ما حصلش بقى السيناريو دوت، ان ابتدى الحصوه بدل ما تتسد في القناه الصغيره بتاعت مراره لا عدت منها ونزلت على القناه المراريه الرئيسيه. لو نزلت على القناه المراريه الرئيسيه هتيجي على اضيق حته اللي هي فيها من تحت وتروح سدها، تحصل لي اللي بنسميها الصفرة الانسدادية. زي ما قلنا احنا المادة الصفرة اللي هو الجسم بيطلعها على طول دي المفروض هتروح على الكبد، الكبد يفرزها في العصارة الصفراوية. طب انا الطريق بتاعي ده اتسد فتبتدي المادة ديت مش هتعدي، تبتدي ترجع تاني مرة تانية للدم فتبتدي تعلى الصفرة، فيبقى العيان نقول له وجدت له الصفرة صفرة انسدادية. دي كارثة طبعا، اوبستراكتيف جونز دي مشكلة كبيرة. مشكله لان لازم احلها بسرعه. ايمرجنسي. لان الكبد يقدر يتحمل القصه ديت لمده شهر. لو عدى عليا شهر وفي صفره انسداديه يبتدي الكبد نفسه يبوظ حتى لو انا شلت الحصوه بعد كده. فدي بتبقى مشكله كبيره، ان احنا ممكن مريض يبقى بقى عنده، هي الحقيقه ما بتحصلش كتير في الحصاوي، بتحصل اكتر في الضيق بتاع القنوات المراريه. حصل ضيق في القناة المرية وساعات بعضها يكون نتيجة حصوة ما تعالجش كويس، المريض يقول لك هي الصفرة كانت 2-3 ومش عالية قوي فسايبها. هو 2-3 هي مش عاملة له مشكلة، لكن عاملة مشكلة على الكبد نفسه. المشكلة ان بعد كده حتى لو حلينا الانسداد الكبد يخش في تليف، نلاقي حتى العصارة الصفرة ما عادش صفرة، بقت بيضة، بيسموها وايت بايل. وايت بايل يعني ما عادش الكبد قادر يركز او ياخد الصفرة من الدم وينزلها لي في القناه المراريه. ايه الاشكال بتاع الحصوات؟ انواعها. الحصوات اشهر نوع الكوليسترول، الحصاوي الكوليسترول. حصاوي الكوليسترول من اسمها كده لان ده دهني، فهتلاقي الحصوه لونها اصفر وصغيره وبتلمع. دي الحصوه اللي تمثل حوالي اللي احنا شايفينها ديت. دي تمثل حوالي 70% من انواع الحصاوي. في نوعين تانيين هيبقوا نادرين او اقل شويه. ان انا زي اللون الغامق قوي ده، دي اللي بنسميها البيجمنت ستون. البيجمنت ستون دي او الحصوه اللي هي المسوده ديت، دي نتيجه ان الصفره هي، احنا زي ما قلنا دايما عشان تكون الحصوه عندي حاجتين بيكونوها، الكوليسترول لون المادتين اللي مش بيدوبوا والصفره. اغلب الاحيان بتبقى نتيجه صفره، لكن في احيان معينه زي قلنا اللي بيحصل فيها تكسير في الدم، هنا الصفرة او البيلروبين ده هو اللي هيزيد يروح مديني حصوه بني غامقه زي دي. في نوع ثالث هيبقى ميكس بقى ما بين دي ودي، وده بيحصل اغلبه نتيجه التهابات حصلت في المراره نفسها. دي الانواع بتاعتها. طيب اذا يعني اساليب حديثه للتشخيص ثم اساليب حديثه للعلاج. الحقيقه التشخيص يعني كان زمان يعني ما عندهمش غير الاشعه الاكس راي العاديه، وطبعا دي مشكله لان 70% من الحصاوي كوليسترول وبالتالي ما فيهاش كالسيوم فمش هتبان في الاشعه اصلا. فكان الدكتور بيعتمدوا على ايده بس ان هو يحس كده ان في التهاب، يبقى دي في الغالب حصوه في المره. طبعا شيء صعب جدا، لكن دلوقتي المجات الصوتيه حلت القصه خالص، حاجه بسيطه جدا ما فيهاش اي اضرار ودقيقه جدا، بيشوف فعلا الحصاوي، بيشوف المراره، يشوف التهاب، يشوف سمك جدار المراره نفسه. فالتشخيص اسهل حاجه موجات صوتيه، هتقول لي 100% ان كان فعلا في حصاوي او ما فيش. ايه الاساليب العلاجيه الاحدث دلوقتي؟ طبعا مش عايزين نقول للمراره منظار ده حاجه حديثه، لان دي خلاص دي بقى لها سنين دلوقتي بقت هي المراره اللي ينسب لها الفضل في ادخال المناظير كفكره في عقول الوطن العربي. يعني الناس بدات تتقبل المنظار من المراره، ولكن عملت المراره بالمنظار بالظبط. وان كان اللي سبق المراره
النسا والمسالك. آه. يعني المراب منظار دي اتعملت بعد سنين طويلة من دكاترة نسا ودكاترة مسالك اللي بيشتغلوا بالمناظير. فهي الاثنين دول سابقينها، لكن هي فتحت السكة للجراحات بقى بصفة عامة انها كلها تبقى بالمناظير. بس عشان النسا ستات، المرارة رجالة وستات، فالرجالة بدأت تنشر، تعرف الرجالة بيتكلموا في الطب وبيفتخروا بالحاجة أكتر، الست تخبي. لكن الراجل هو قاعد على عفلة المرارة، الست ما بتقولش. تبقى عملت 500 عملية وقاعدة ساكتة. فابتدى دلوقتي التطوير مش في ان هو يقول ان انا هعملها بفتح ولا منظار، لا، هو الاساس دلوقتي انها مرض منظار طبعا، الا لو في اسباب تمنع المرض بالمنظار. لكن ابتدوا من الاول ان هو يقلل الفتحات بتاعتنا. يعني مفروض المرارة المنظار 4 فتحات، ابتدوا يعملوها من 3 فتحات. برضو بقت 3 فتحات معتبرينها كتير شوية، فابتدوا يعملوا حاجة اسمها سينجل بورت، يعني فتحة واحدة في من عند السرة كده كبيرة شوية، ويدخل منها الآلات ويشتغل من فتحة واحدة بس. يمكن اللي أنا شايفه التطور الأكتر بعض المواد الجديدة بمناظير جديدة، إن بيحقن مادة تلون لي لون العصارة الصفراوية. إحنا الرعب بتاعنا كله في المرض منظار ديت نمرة واحد إصابة القناة المرارية. أنا خايف من إصابة القناة المرارية. دي المشكلة الرئيسية. في الجراحة دي. بالظبط. يعني الجراح هنا بيبقى حاطط إيده على قلبه بإنه يضرب القناة المرارية. ويعني حتى دايما كانوا بيقولوا لنا زمان، مش متذكر حقيقة الاسم قوي، لكن كان حاجة رئيس وزراء إنجلترا حب يعمل مرض منظار وجابوا له واحد من أشهر الجراحين عشان يعملها له، وعمل إصابة القناة المرارية. فقصدي يعني هي واردة، وطبعا نسبتها قليلة، المفروض لا تتعدى 0.5%، ولكن هو ده الخوف الرئيسي. بعض الدول زي انجلترا عاملين دلوقتي ان لازم مراقب منظار يصور القناة المرارية اثناء المراقب منظار بعد ما يشيلها، عشان يطمن ان هو ما عملش إصابة للقناة المرارية. ان كانت دي تكنيكالي صعبة شوية، بتاخد وقت طويل، فهما بيحاولوا يشوفوا اي وسيلة بحيث يرسم القناة المرارية جوه العملية. الحاجات الجديدة ان في مادة بتتحقن وبكاميرا معينة توديه تخليه لي لون العصارة الصفراء اخضر، فانت ساعتها تبقى شايف القناة المرارية فين بالظبط. فساعتها يعني يمكن الفيديو ده دي مرارة المنظار العادية، في اخر فيديو هنشوف اللون لما بيغمق الصورة ويحقن المادة، هتلاقي اللون بقى اخضر راسم القناة المرارية لوحدها. دي الحاجة التانية برضو الجديدة، اللي هو ده جهاز الهارمونيك، ده جهاز اللي هو بيسلك ويكوي في نفس الوقت. يمكن فايدته الرئيسية السرعة، يعني ان هو اسرع من الطريقة العادية، وبإضافة ان هو يعني نسبة انه يحصل اصابة لاي عضو حواليه اقل بكتير من الطريقة العادية. الحقيقة من الحاجات اللي بيبحثوها الايام دي حاجة يعني قديمة جدا، بس بيعاد فكرها تاني، وهي فكرة هل ممكن نعالج الحصاوي طبيا من غير الجراحة؟ في كلام كتير على الكلام دلوقتي. هذا دكاترة البطنة احنا بنعاني معاهم كتير قوي، ان هو دايما يجيله ايام حصاوي في المرارة بيديله علاج بس للحصاوي وما بيلجأش للجراحة حتى لو كان عنده اعراض. الكلام الجديد ان بعض الحاجات دي قد تكون صح شوية، بس هم ابتدوا يشوفوا ايه المواصفات بتاعتها. المواصفات ان هو لازم يتأكد ان المرارة دي شغالة، فبيعملوا اختبارات معينة تتأكد المرارة دي بتنقبض. تاني حاجة حجم الحصوة قد ايه، كل ما كانت الحصوة صغيرة كل في فرصة لان هي ممكن اهو ده اللون زي ما بقول لحضرتك، شايف دلوقتي القناة المرارية لونها اخضر اخضر اخضر، فخلاص انا كده شايف فين القناة المرارية، فين قناة المرارة، مش ممكن يحصل اصابة هنا. وده على فكرة دخل مصر خلاص، يعني ده من الحاجات اللي ان شاء الله هتبقى ترند موجودة. فابتدى يتكلموا دلوقتي على ان نختار مين العيانين اللي ممكن يستفيد بعلاج طبي في نوع. هقول ان الحصوة لما تبقى صغيرة تسد اسهل. اقل من كام؟ اقل من 5 ملي. يعني كان زمان يقولك 3 ملي، ما بين 3 و5 على حسب قناة المرارة نفسها، لان لما القناة بتوسع شوية لو 4 ملي هتعدي، لو 5 ملي هتعدي. ولذلك نخلينا في الامان، يعني 5 خلاص، 5 في عين العدو، اقل من كده نقلق. عشان ما تنسوهاش، ما ينسوهاش 5 ملي اقل نقلق، لان ممكن تتحرك الحصوة تقفل القناة المرارية. بالظبط. بس اول حاجة ابتدى يبقى في كلام جديد، يمكن كمان كام سنة يعني نكتشف ان احنا نقدر بادوية نعالج حصوات المرارة
ونستغنى عن الجراحة في جزء كبير منها. هل يمكن أن تعود الحصوة مرة أخرى؟ هي عمرها ما تعود في المرة، نحشرناها خلاص، لكن ممكن تعود في القناة المرارية، ودي نادرة شوية، يعني من الحاجات النادرة قوي. ودايما بيقولك لو لقيت حصوة في القناة المرارية هو في الغالب كانت من المرارة ووقعت أثناء العملية ونزلت القناة المرارية، ولكن في نسبة إن ممكن تتكون حصاوي داخل القناة المرارية، في الغالب يبقى في ضيق في القناة المرارية، يبقى في ميكروب، في حاجة هي السبب ليها. ليه صديقي عمل المرارة ودايما بيسألني السؤال ده كل ما يشوفني، يقول لي في ألم في المكان مكان إزالة المرارة. فقلت له لا، طب ماشي نبدأ نفكر ليه هناك احتمال وجود ألم بعد إزالة المرارة بالمنزل. والله هي ليها أسباب كتيرة قوي، جزء منها أسباب شائعة قوي، إن إحنا دايما أول ما بنشيل المرارة لازم يجي حاجة تلزق مكانها، فممكن تلاقي جزء من القولون راح لزق مكان المرارة، أو جزء من الأمعاء لزق مكان المرارة. الحتة الالتصاق اللي حصل دوت ده التصاق طبيعي، بس بيعمل كينك، بيعمل تانية شوية في الأمعاء، بتاخد فترة لغاية ما الأكل يعدي منها وياخد على السكة الجديدة ديت. لكن بعضهم وجدوا إن في عينين بعد استئصال المرارة الصمام اللي تحت دوت بيحصل فيه اضطراب في القفلة بتاعته والفتحة بتاعته، إن يحصل فيه دايما قافل، القفلة دي تعمل له ألم. فتشخيصها مش سهل قوي، لكن بيبقى علاجها قد نحتاج نعمل منظار على القناة المرارية ويروح قاطع الصمام. الصمام الصمام بتاع القناة المرارية اللي هو اللي تحت سفنكتروتومي كده، عشان ده ساعات في موضوع كده بيسموه بوست كورسيتومي سندروم، اللي هو بعد استئصال المرارة يجي له شوية آلام، من ضمن أسبابها إن بيحصل انقباض مستمر في الصمام اللي تحت دوت. لكن مفيش أي حل غير إن احنا نعمل إذا تأكدنا بس السبب. بس دي لازم نتأكد منها يعني. بالظبط. أنت أسعدتني جدا جدا. الله يخليك. وقبل ما نمشي برضو التلغراف النهائي للعلاج بالمرارة. المرارة أولا لو احنا عندنا حصوات مرارة زائد أعراض تساوي عملية، يعني عشان ما نقعدش بقى نضيع وقت ونعرض نفسنا لمشاكل. العملية آمنة بنسبة 99.5%، بس تتاخد بحرص لأنها عملية بسيطة، خطأها يحولها لمشكلة كبيرة. عملية بسيطة ممتعة، مفيش يعني بعديها، دي من العمليات اللي المريض بقى بيطلع من أوضة العمليات يقعد في أوضة لطيفة كده كل زواره جايين يعني فرحانين لابسين شياكة، مفيش قلق، العيلة يعني مش قلقانة، فرصة لل يعني إعادة الروابط الأسرية. لكن لو عملت مشكلة هتبقى مش فرصة، هتبقى فرصة لمشكلة لخناقة بقى، هتقلب خناقة، يعني ممكن الفرحة اللطيفة دي تقلب بزعلة كبيرة أوي لو أصبنا القناة المرارية. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعات الكبد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة أيسم ألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق، كان ضيفي في واحدة من حالاته الممتعة كالعادة في المرارة. أهم حاجة ما تخليش حد يفقعلك مرارة. وده سؤالي المرة الجاية، هل هناك مرض اسمه فقع المرارة؟ زي برد المعدة، فقع المرارة وبرد المعدة ده حاجة جميلة جدا، وتسخين المية عشان الولادة، ثلاث حاجات في الطب من أساطير. لا أنت يا دكتور، الله يخليك، خليكم دايما مع الناس الحلوة.